بس اثناء اللف والدوران في العالمين الجديده الواحد شاف مواهب كتيره قوي وفنانين بقى ومخترعين وهوايات لذيذه ومختلفه. انت بتلعب كاراتيه؟ ورينا الكاتا الاولى. اسمك ايه؟ اسمي ارفع. بيبي بيبي. كورال جامعه الزقازيق عاملين حفله جوه. ويوم من الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشيل واشرف وعيد فجاه لقيتها وكنت باين عروس في البحر خارجه من الميه وجلدها ومن السحر والطبلة جايه من جوه دماغي حاجات يا ما انت بتغني ها هتغني لنا حاجه اجمد كده عشان لسه الجاي اجمد واوجع من كده وبلاش تفكر تهرب مني ما خلاص دخلت المصيه دار. الله عليك يا مروه. ده بينحتوا سلحفه دي ولا دي ايه؟ ده مؤاخذه يا ريس. ده ايه بقى الحوار ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا تيم مع بعض والشباب اللي انا بوظت لهم عروسه البحر ده تيم برضه. ايه رايكم؟ خسرتهم. بصوا انا هظبط لكم عينيها اصل كان عندي سلحفه كان اسمها رجاء. رجاء سماتت دفنتها في الجنينه ودفنت معاها ذكريات. دي الارضك بتنده. عاملين ايه؟ بس حلو البتاع ده. عايزه مسطرين؟ ممتع جدا. دي واحده ما دي نضيفه ولا ايه؟ تاني يا رايس تاني يا رايس. اه ده ورق ورق واحده ورق منعشه جدا. اوبا اكتوبوس اخطبوط عاجبني التاتش الضحكه. اه وحاطين له عين كمان بالحجر. ايوه الواحده يغرق في الميه. انت بتعمل ايه يا ريس؟ يا بطيخه يا باشا انت عمال بت دي كانت حاجه من الانشطه اللي بتتعمل هنا. يلا فيها فرحه فيها فرحه فيها فرحه فرحه مسعديه سهل. انا ما خلصتش دي ده باور بانك ده ولا ده ايه؟ سوبر كار. جاي هقعد على الارض يا ابني. لا ده كورس. لا 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 حد جرب دخل قبل كده؟ ايوه خش هنجيبك خش هنجيبك. ماشي ده عشان لما اسرقها المس. يعني انتوا هتسابقوا بدي؟ انتوا هتوصلوا بكره اصلا. انتوا عارفين ان انا مهندس؟ وسع بس الكاميرات كده. انا هندسه اتصالات جامعه القاهره خريج 2010. ده بجد والله. اليابانيه؟ لا والله. عاملين عربيه يابانيه ولا مصريه؟ يلا يا باشا كده وسعني. مفتاح 8 هات مفتاح 8 ده بتاع انبوبه ده هات مفتاح 8. يلا يا ريس تعالى نشوف العربيه البينك دي ميني دي. ها في حاجات بتشوك جوه؟ لا 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 ايه في عربيه بتولع ولا ايه؟ مين اللي عمل الديزاين؟ انت عملت ازاي عشان كده لابس قميص؟ انت كاتب اسمك على الموبايل عشان ما يضيعش. حتى النار بتاعها دي عشان تتجر. يعني انتوا عاملين حسابكم ان هي تتجر من قبل كده؟ اعلى حاجه هنا ان انا بقول اي حاجه الناس كلها بتقول لي اه خلاص انا بقول اصلا اي كلام. انتوا جامعه ايه؟ قلت خش شبرا شبرا وبنات شبرا. حاتب يا محمد شمال يمين يمين يمين. الله اكبر علينا. ايه الجمال ده؟ وديني القاهره بقى وديني القاهره. بصراحه احنا كنا جايين نعمل حلقات خفيفه ونهزر شويه مع المصيفين ونسليهم. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ ايه اللي مين اللي كسب؟ اهو لسه دي اول مطلع. لا والله؟ طب وايه رايك في العلمين الجديده؟ لا انا لسه اول يوم هنا. قاعده في الساحل الشرير بقى وجيتي المشوار تبصي بصه كده ودايما بتشوفي الابراج بس ما فكرتيش تعدي. لا ما دخلتش خالص جوه. قلتي بقى اشوف ايه اللي جاي. مش من بره. لا النهارده بصراحه انا فكرت. هو انت لما ابنك بيلعب بتدعي انت بقى على الابن التاني اللي هو اللي بيلعب ناحيه ثانيه؟ لا لا خالص. لا ده بيصعبوا عليا قوي الصغيرين. اه هما بيخسروا بيزعلوا قوي. معظمهم عارفاهم. اه صحاب هم في بعض. صحاب وامهاتهم صحابي ويا اما في الفرقه. بس احنا ابننا لازم يكسب. اه ده كده كده يارا تمام.
مية مية. هو في حكم ولا ما في حكم؟ والله شغال الماتش. معلش يا كوتش. سارة سارة العبيها بصي من على الشمال، خلي بالك هي هناك ما بتاخدش بالها من الشمال. يا سارة يا سارة الحق العمارة بتولع. معلش يا كوتش عطلناهم. معلش معلش بجد والله. اتفضلي. طب والله تتفضلي اتفضلي والله. كرة من كام؟ يعني ايه فور؟ اللي بيدعم الجيم من الجيم من كام؟ تو شورتس. اه بالانجليزي دي بي بي هو ده ماتش بالانجليزي شوطين قصيرين يعني اللي بيغلب في الاخر اللي جاب الكوره. دي اول مره العلمين الجديده؟ لا طبعا. بجد معانا من دي تاني؟ مش النهارده معانا الايام الجايه؟ معانا؟ طب دي هديه لحضرتك والله العظيم. لا والله عليك طلبتيها سمعتي فيها بس عشان ما تبقيش بصلي فيها ويحصل لها حاجه ولا مش يعني يا مفيش طول هنا مفيش طول. انا هقفل بعدين. يلا بينا سامع كده يا باشا. ده عادي فين؟ يلا فكر. اسمه عادل. بص احنا هنفاجئه دلوقتي. ماشي. تليفونه غير متاح. شوف حد تاني تليفونه متاح. ما انساهاش. ماشي. وبيكنسل يا باشا. بس بعيدا عن الهزار الواحد بصراحه انبهر واستمتع. العلمين الجديده واحده من اجمل المدن اللي الواحد زارها. البنى والإنشاءات فيها ماشي بسرعة كبيرة، ورغم إن أعمال البنى مستمرة إلا إن اللي خلص مبهر ومبشر. وفي آخر حلقة من ما بقتش كحيان في العالمين، عزيزي الكحيان عزيزتي الكحيانة، يا رب يكون البرنامج عجبكم وتكون الحلقات كانت خفيفة عليكم، وإن شاء الله نتقابل الصيف الجاي في مهرجان العالمين الجديدة النسخة الثالثة. كنت معكم خالد عليش، ما بقتش كحيان في العالمين.